السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا بذور البطيخ زي ما نقول عندنا في مصر، اللي هو البطيخ الأحمر أو الحبحب زي ما إخواننا السعوديين بيقولوا عليه. زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، دي كانت شتلة كنت أنا قايلها، بس للأسف من الهواء الشديد اتقطمت، لأن في هواء شديد جدا فطلعت لقيتها معطوزة. شايفين الهواء عمال يحرك فيها كده، فلقيتها اتقطمت. فقلت اجيب بذور ونحطها تاني ان شاء الله رب العالمين. وبنشرح مع بعض ازاي بنحط البذور. البذور زي ما احنا شايفينها عادية كده، بنجيبها من الحبة نفسها على طول مباشر، او نتركها تنشف اي حاجة، ونسمي الله كده، وبنحط طبقة خفيفة زي ما حضراتكم شايفين، اكتر من واحدة. نعمل اكتر من شتلة. هنا ما شاء الله حطيت بتاع 3 4 5، وان شاء الله ربنا ييسر وننقل منها ان شاء الله رب العالمين تاني. زراعته بسيطة جدا ومفيهاش أي حاجة ومكلفناش حاجة، وزي ما انتوا شايفين حضراتكم هنا قصيص 25 سنتي ما شاء الله كويس، ونحط له التصفية تحتيه. والتربة بتاعتي عبارة عن بطمس وفوم وطمية عادية، ممكن بتضيف رملة على حسب التربة اللي موجودة عندك وبتسمدها. التسميد بتاعي من تسميد من الطيور نفسها، بننشفه لحد ما يكون معانا زي المسح ونضيفه على التربة بتاعتنا. وهنا ما شاء الله دي الشتلات التانية اللي احنا كنا واخدين منها، ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله كبرت، بسم الله ما شاء الله، بس ربنا يستر عليها من الهواء ان شاء الله. ويا رب يكون الجميع استفاد من الوضع البسيط ده. وخالص تحياتي لكم عصام الزغبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.